أناقش هذا الموضوع الشيق مع ضيفي من دبي من أبو ظبي الدكتور أحمد شكري رشاد الباحث في منتدى البحوث الاقتصادية. أهلا بك دكتور رشاد معنا في البرنامج. يعني موضوع الحمائية التجارية أو البروتكشنزم في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين في التسعينيات كان ربما حديث كل أو معظم البحوث التجارية، معظم ربما رسائل الدكتوراه فيما يتعلق بالتجارة الدولية، حتى ربما منتصف القرن الواحد والعشرين، يعني العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وباتت العولمة شبه حقيقة يعني مؤكدة بالنسبة لدول العالم فيما يتعلق بالتجارة، وأصبحت حرية التجارة بين الدول أمر سهل للغاية وليس مطروحا حتى للنقاش. هل سيتغير المشهد الآن بعد كل هذه التداعيات للحرب ومحاولة الدول الالتفاف على مواردها لحماية دولها من الحاجة للآخر؟ صباح الخير، سعيد بكون معاكي. خليني أقول لحضرتك جملة شهيرة للكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان في نيويورك تايمز، كان في 95 سنة 96 كان بيقول: لو عايزين تبصوا أو تعرفوا قد إيه العولمة نجحت وانتشرت بين دول العالم وكمؤشر لدخول الدول نظام الاقتصاد العالمي، بصوا على انتشار ماكدونالدز حول العالم. صحيح، قد إيه عنده فروع حوالين العالم. النهارده ماكدونالدز في روسيا قفل او يعني بيتخرج، فده يعني مؤشر اولي. نفس الشيء النهارده شركات الطيران الروسيه كانت بتعتمد على بوينج وغيرهم من الشركات الامريكيه، النهارده رافضين يدوها السبير بارتس، الاجزاء المستعمله اللي محتاجاها الشركه الطيران الروسيه، ممكن تصيبها بحاله شلل. أكيد هو طبعا في الفترة الأخيرة كان ابتدى يظهر فكرة القومية والناشوناليزم، من أول شفنا وجود ترامب لما كان بيحاول يجيب المصانع من الخارج ينقلهم لأمريكا ويحط عليها ضغوط، والبريكزيت في نفس الوقت كان بنفس الفكرة، الخروج من النظام التكامل الاقتصادي ما بين الدول. جات النهاردة الحرب الروسية الأوكرانية عشان بتشدد على الفكرة دي، يعني ذا تشيري اون ذا توب، يعني أتت هذه الحرب يعني لتكون ربما الذخيرة الأخيرة ربما التي تحاول مواجهة فكرة تلاشي العولمة إلى حد بعيد. صحيح، يعني لا نتمنى ذلك، لكن هي فكرة الاكتفاء الذاتي أكثر ما بينها الحمائية، إن الدول بتحاول تزود الاكتفاء بمواردها، لأن في الفترة قبل كده كان التركيز على النمو الاقتصادي، يعني هو كان في تريد أوف، كان في اختيارين: واحد الاكتفاء الذاتي، والثاني الافيشنسي الفاعلية. النظام العولمة كان بيسمح، كنا مطمنين لفكرة الأمن القومي، ما كانش فيه قلق من فكرة الأمن القومي، إن الدولة تغزو دولة تانية دي ما كانتش واردة. فكان التركيز على التجارة الدولية وإزالة العواقب والابتكار وتوسيع سلاسل الإمداد. دلوقتي الأزمة اللي حصلت غيرت من هذا الفكر، وابتدت فكرة الأمن القومي أوفر، يعني بمقابل الفعالية أو الإفيشنسي ابتدت تظهر تاني. شفتي مثلا بلد زي ألمانيا دلوقتي بقت تفكر تعيد تسليح نفسها تاني، أو إن هي هتزود الإنفاق، طبعا ده هيجي من مصدر تاني، هيشيلوا فلوس صحيح. من حتة، تعليم وحاسه ويتحط تاني. فجت يعني زادت الطين بلة في هذا الموضوع، يعني حوالين فكرة الحماية أو الاكتفاء الذاتي. يعني بالفعل عادت دكتور إلى يعني ذهني وربما إلى ذهن الكثيرين الأسس الاقتصادية التي كنا يعني ندرسها ونناقشها في الجامعات للتريد أوف أو البالانس، الموازنة بين الإفشنسي أو الفاعلية في الإنتاج من جهة، والبروتكشنزم أو حماية الدولة من جهة أخرى في تأمين متطلباتها من الداخل أو من
بالضبط. وهنا تحاول دائما الدول الموازنة بين ذلك، خصوصا الآن في وقت الأزمات. هل من الممكن أن نشهد بالتالي تغيرا في مفهوم مقاربة الأفكار التجارية في هذا الصدد؟ هل سنشهد ربما تغيرا في الاتفاقيات التجارية التي تبرم بين الدول، ربما بنود جديدة تضاف إلى هذه الاتفاقيات بشكل تحمي فيها الدول نفسها في أوقات الأزمات؟ يعني مثلا دول مثل مصر على سبيل المثال تحمي نفسها في أوقات الأزمات أنه لا تصدر ربما سلعة أساسية موجودة داخل مصر حتى تحمي اكتفاءها الذاتي من هذه السلعة، القطن على سبيل المثال. أكيد فكرة واردة. طبعاً على المدى القصير إحنا بنشوف الدول بتحد من صادراتها في السلع الاستراتيجية. هل ده هيكمل طول ما الحرب مكملة؟ لكن هل هيمتد بعد ذلك؟ أعتقد اللي بيحصل في مسار الحرب والجيوبوليتكس اللي بتحصل، موقف الجيوسياسي، هيأثر كتير على الاتفاقات التجارية والاقتصاد. والأهم من كده هو موقف الصين، الموقف الصيني تجاه الحرب. هل هيمشي يدعم روسيا؟ فبالتالي انت عندك فجأة عالمين بقى، نظام القطب الواحد ده خلاص توقف وهيبقى عندك قطب تاني، او ان الصين هتتحول يعني هل هتاخد يعني هيكون يعني زي درس انها لا تنخرط في مثل هذا لو تخرج من النظام العالمي. اعتقد التعامل مع الصين شيء مهم. هل ليها دور اكبر في المؤسسات الدوليه، في البنك الدولي، في الصندوق، في منظمه التجاره، في الاتفاق؟ روسيا نعم. بحد ذاتها حجمها طبعا قوة استراتيجية في غاية الأهمية، صحيح. لكن كوزنها الاقتصاد العالمي نفسه مش كبير، لكن من الناحية الاستراتيجية كبير جدا. لكن يعني هو ربما أهمية روسيا هي استراتيجية أكثر من أهميتها كوزن ثقيل من الناتج العالمي، كحصة من الناتج العالمي. على كل، دكتور أحمد شكري رشاد، الحديث متعة معك، وهذا الموضوع من الممكن يعني أن نقاربه من زوايا مختلفة ونناقشه مرة جديدة ومرتين وثلاث وأكثر. دكتور أحمد شكري رشاد، الباحث في منتدى البحوث الاقتصادية، سعدنا بوجودك معنا، ويكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.